السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا في الجرع أيضا في نشوف مشروع آخر من المشاريع البسيطة اللي بتحققها الحكومة المحلية وبتحققها الفلاحين، هو اللي هو عمل حفيرة. دي بنسميها حفيرة، كل حفيرة لما بينزل المطر وده مسار النهر بتاع المياه الأمطار، بتيجي الحكومة والفلاحين يكونوا مستعدين في مسار الأنهار الموسمية دي اللي نازلة هي مياه الأمطار، يبنوا الحفيرة دي اللي ممكن تكون فيها مثلا 150 200 300 400 ألف متر مكعب علشان يخزنوا فيها المية ويستعملوها لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر. دي أرخص بكتير جدا من السدود، لكنها طبعا الفترة بتاعتها اللي هي شهرين ثلاثة أشهر بكتير قوي، في الغالب بيستعملوها لشرب الحيوانات أو للسقي اللي هو الأشجار، أو في بعض الأحيان بيشربوها هم نفسهم إلى آخره. طبعا ده بيكلمنا عن الأنواع المختلفة من الاستفادة بمياه الأمطار، اللي هي الحفيرة اللي هي السطحية دي، أو الخزانات المياه اللي عملتها المسلم إيج في مسار الأنهار، أو بناء السدود أو ترميم السدود، أو حفر الآبار. اللي عايز يكلمنا أنا أقول لك إحنا قعدنا نحفر آبار في الصومال سنين، بعض الآبار جف، بعض الآبار يعني فسد اتهدم إلى آخره، لكن الأصل هنا إن مجموعة من الجمعيات تتحالف وتتكاتف مع بعضها عشان تعمل سد من السدود. لما بيتكلم الملايين بيكلف الملايين، وتعطي هذا الأمر لشركات تستطيع أن تبنيها لا تحصل فيها إهدار للمال. فممكن تكون خمس جمعيات أو عشر جمعيات يبنوا لهم سد على مسار الأنهار. إن أنا شفته السنة اللي فاتت، تاني سنة أنا هاجي هنا في الصومال عشان نتكلم عن نفس المشكلة، بناء السدود بناء السدود بناء السدود عشان نوقف الجفاف والتصحر اللي بيحصل هنا، ونوقف هجرة المجتمعات وموت الحيوانات والطيور، ويجد كل هذه المجتمعات إلى أماكن أخرى ببناء السدود الحقيقية وترميم السدود الحقيقية، علشان نحاول أيضا بها نحاول نغير المناخ أو نمنع تغيير المناخ السلبي اللي موجود في المنطقة دي. أنا بشكر مسلم إيد وبشكر كل المتبرعين بتوعها اللي هم عملوا مثل هذه المشاريع البسيطة الفعالة اللي ممكن في خلال ست أشهر بيجمعوا الأنهار وبيشربوها، بيجمعوا الأمطار سوري وبيشربوها بعد كده هو. لكن هيا نعمل حفائر كثيرة، هيا نعمل خزانات مياه عميقة كثيرة، هيا نبني سدود، وهيا نبني سدود. الحل هنا يا شباب ويا شابات هو السد، الحل هو بناء السد، الحل هو بناء السد، الحل هو بناء السد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.